في البداية نبغي نهنئ جميع السينمائيين باستئناف يعني الحركة السينمائية تأخذ يعني إيقاعها الطبيعي. قاعات السينمائية الآن يعني تتنفتح على الجمهور المغربي، وهذا شيء يحسب كثيرا، يعني ربما للحالة الوبائية اللي قدرت بلادنا أنها يعني تخطي فيها خطوات. الحمد لله الآن احنا على بعد ربما أسابيع ونحققوا، يعني لأنه على المستوى الوبائي الآن المغرب قطع أشواط أنه قدر يحقق يعني التلقيح الجماعي لكل المواطنين، لأن يعني لا تفصل لنا إلا أسابيع معدودة ونحققوا هذا المبتغى، يعني ويترفع علينا كل ربما الشروط الاحترازية اللي تحد من التحركات ديالنا والتحرك ديال العديد من القطاعات الحيوية. الآن بيناتهم يعني كاين القطاع السينمائي الآن تيستعد الحركية ديالو، وربما الآن احنا جينا باش نشاهدوا الأصدقاء والزملاء ديالنا يعني في هذا الفيلم هذا ونكتشفوا الفيلم إن شاء الله. نتمنى لهم حظ سعيد وشكرا على الاستضافة الكريمة. بالنسبة لتجربتي في مسلسل سول ودموعي صراحة تتبقى تجربة خاصة. لماذا؟ لأنه الجمهور تفاعل بشكل كبير مع شخصية هشام. يعني أنا لما تنقدم واحد شخصية متخيلة في قالب فني إبداعي تنبقى دائما تنتظر يعني ردة فعل الجمهور، وردة فعل الجمهور هي التي تهمني بشكل كبير. فالحمد لله يعني أنا دائما كل الأعمال، جل الأعمال التي أقدم من خلالها شخصيات متخيلة يتفاعل معها الجمهور بشكل إيجابي، وهذه المسألة هي تحفيزية تشجعني أكثر يعني أنا أستمر في مساري الفني. بالنسبة للجديد الفني عندي فيلم سينمائي سوف يرى النور قريبا تحمل عنوان ديال النزال الأخير، تلعب فيه البطولة، وعندي بعض الأعمال الفنية أنا بصدد دراستها، وعندي أعمال فنية غادي نشتغل فيها قريب إن شاء الله. وأنا أتمنى كل الخير يعني للحكومة الجديدة، أكيد أنها حكومة تحمل في طياتها مشاريع يعني تطمح إلى تنمية وفتح آفاق جديدة يعني في جميع المجالات الحيوية والضرورية اللي يعني اللي تتشكل النسق العام ديال المملكة المغربية. ما أتمنى لهذه الحكومة، أتمنى لها يعني حظا سعيدا. هم في البداية الآن يعني للتو تشكلت الحكومة وتم إلقاء خطاب صاحب الجلالة يعني في الدورة الخريفية في البرلمان، فأتمنى كل الخير لبلدنا. وأنا كفنان يعني أتمنى أن هذه الحكومة هذه تأخذ بعين الاعتبار يعني الدور الثقافي الذي يساهم في تنمية الفرد والجماعة، أن تأخذه يعني بشكل جدي وفعلي، لأنه الثقافة الآن هي محرك أساسي يساهم في التنمية، يساهم في التثقيف، يساهم في التوعية. فلدينا كل الثقة في هذه الحكومة أكيد إن شاء الله. لن تكون كلمة أخيرة، هي يعني لازال للحديث بقية. أتمنى كل الخير للجمهور المغربي، وأتمنى دائما يكون عند حسن ظن. شكرا.